في الحياة بنقابل ناس وناس، وقالوا في المثل الناس معادن، فيها الأصلي وفيها التقليد وفيها المؤذي وفيها المفيد. ولأن الحياة من غير ناس ما تنداس، هنقابل كل يوم نوع من الناس، ناس ذهب وناس تانية لها العجب، ناس زي الفل بتحب الخير للكل، ناس جميلة تتصاحب وناس غريبة ملهاش صاحب، ناس لئيمة البعد عنها غنيمة، وناس رأية من النوع الفاخر، وكلها هيوصفها من الآخر دكتور عمرو الليسي في كلمة ورد غطاها. هو ودن من طين ودن من عجين، البيه عامل نفسه عبيط، الدنيا تضرب تقلب من حواليه وهو مش هنا. ما ينفعش حتى نوصفه بانه انسان سلبي او شخص انهزامي ملوش رأي في اي حاجة، هو كده حاجة تانية خالص. هو طول الوقت عامل نفسه من بنها ومديها طناش، وشعاره دايما يكش تولع. لا 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 والله والله انتوا اللي ظلمني. لا بس الحكاية انا ما بحبش ازعل حد، وبفضل ان انا اكون على الحياد. يعني لو اني وافقت على دول هيزعلوا دوك هما، ولو اختلفت مع دوك هما هزعل دول. عشان كده بكبر دماغي واقول انا مالي. انا مالي دي هي اللي هتودينا في ده يا زيزو، لان انت لما بتشوف حد بيخرب في البلد وبيسرق او بيشوه مبنى او بيرمي زباله في الشارع او بيعطل مصالح الناس، وتقول في الاخر وانا مالي انا محايد، وتكبر دماغك تبقى انت كمان مشارك في الغلط. ما بتفرقش كتير عن الفاسد والحرامي. والعامل عبيط ده على فكرة هو في الحقيقة إنسان لئيم وخبيث وأسوأ من دول ومن دوك هما، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغيره، وهو بيشوف الغلط وبيسكت، واللي بيشوف الجريمة ويطنش هو بالظبط كأنه مشارك فيها. إزاي يعني هتنفعني أنت لما ياخدوني في سين وجيم؟ هتنفعني لما يطردني صاحب الشركة لأني بلغت إنه حرامي؟ هتنفعني؟ أيوة أنا حنفعك يا زيزو، لأن أنا وغيري هنحترمك ونقف جنبك لأنك نموذج وقدوة، ولأن اللي زيك هو الإنسان اللي احنا محتاجينه، الإنسان الإيجابي الجدع اللي عنده ضمير وما يسكتش على الغلط. أما بقى اللي عمل عبيط ده دايما عايش على أخطاء الآخرين ويستناك لما تقع عشان ياخد مكانك، يسيبك أنت تاخد له حقه وساعة ما تحتاجه ما تلاقيهوش. ولو كان في اجتماع مهم عامله المدير لكل الموظفين علشان يلومهم مثلا على مشكلة كبيرة حصلت في الشغل، غالبا اللي عمل عبيط بيغيب عن الاجتماع ويظهر بعد ما تفوت العاصفة. معلش يا جماعة انا بس كان عندي مغص كده واضطريت اروح الحمام. ها بقى الحمد لله الازمة عدت على خير. طيب الحمد لله، اروح انا بقى واشوفكم بكرة. سلام. زي ما سمعتوا كده بيختفي وقت الازمات وما بيحبش يواجه، ويظهر بس وقت توزيع الغنائم والمكافآت والعلاوات والعديات، وبعد كده ما تشوفش وشه تاني، ولما تحصل اي مشكله يعمل عبيط. بذمتكم ده تقولوا له ايه وتتصرفوا معاه ازاي؟ ابعتوا لي تعليقاتكم على صفحه برنامج كلمه ورد غطاها مع عمرو الليسي، حكاياتكم مع انواع الناس اللي بتقابلوها في حياتكم، هنتكلم عنها في كلمه ورد غطاها. ولغاية ما نتقابل تاني أسيبكم في أمان الله. كلمة ورد غطاها دكتور عمرو الليسي، الكاتب الصحفي محمد الشبه، أداء الفنان أحمد صيام، إخراج تامر حسني.